صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في سورة الواقعة قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى ثلاثة أقسام: المقربون وأصحاب اليمين والمكذبون الضالون، فعصاة المؤمنين يدخلون في أي من هذه الثلاثة الأقسام؟ يدخلون مع المؤمنين، لكنهم أقل درجة من أصحاب اليمين، أقل درجة من أصحاب اليمين، لأنهم على خطر أن يعذبوا بكبائرهم، وهم مذكورون في قوله تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، في سورة سبأ: فمنهم ظالم لنفسه فاطر فمنهم ظالم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذا هو الذي يرتكب بعض الكبائر التي دون الشرك، الظالم لنفسه وهو تحت المشيئة ومهدد بالوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، لكنه لا بد له من دخول الجنة في النهاية، ولا يخلد في النار أو يمن الله عليه ويعفو عنه ولا يدخل النار أصلا، هذا تحت المشيئة، وهو الظالم لنفسه، ظالم لنفسه، وهو الذي جمع بين حسنات وسيئات لكن لم يصل إلى حد الكفر، ومقتصد وهو الذي اقتصر على أداء الواجبات وترك المحرمات، هذا مقتصد، وسابق بالخيرات، وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات، تركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط والورع، هؤلاء هم المقربون وهم السابقون. هذه أصناف المؤمنين أهل الجنة يوم القيامة، ومن عداهم فهم أهل النار والعياذ بالله. نعم.